انا الوقت مكتوبه في الوزاره مش مستحقيه، اللي هي التخاطب تلفيز يعني، قالوا له مش مكتوبه مش مستحقيه، وانا الوقت معيش الفيزا وجوزي مش متامن ولا اي حاجه يعني. المشكله ان انا جوزي عامل عمليه ماشي وعلينا فلوس عايزين حد يسدها لنا، وما حلتليش حاجه الا ستر ربنا، وجوزي عيان، جوزي مريض وعامل عمليه في الكبد ولاد، ومعايا 3 بنات وبيتعلم، فعايزه حد يساعدني في تعليمهم، وفي فلوس عليا كتير قوي حد يعني يساعدني ان انا اسدها. مشكلته ان هو كان بيقبض ليجي 10 سنين فاهماني، وفجاه شالوا قبضه، لا قالوا لي رحت كشفت عليه 14، وهو كان متحاش قبضه من قبل 14، لا قبضه رجع ولفت الدنيا، قالوا لي روحي حته في الحي السابع اسمها يعني لجنه الاطباء، رحت قال لي قبضه نزل على الشاشه، قبضه نزل على السيست فاهماني، فلما قال لي قبضه نزل على السيست رحت الوزاره قالوا لي ده موقوف قبضه. ليه؟ قالوا كاتبينكم الاغنيه، واحنا لا حول ولا قوه بالنام على الارض، اقسم بالله ما نحتكم على اي حاجه في الدنيا. النهارده بالحقيقه كل الاهالي بتشارك، والمحافظه بكامل طاقتها ونوابها والسيد المحافظ والاستاذ محمود بكري والصحفيين، ان احنا النهارده بندخل البهجه والسرور على اطفال المدارس والامهات الايتام وكفاله الطفل بالحاجات اللي احنا جبناها من بطاطين لمشونط لاقلام لمساطر لدخول البهجه والسرور على الاطفال دي. ان شاء الله كده ربنا يساعدنا ونوزع الحاجات دي ان شاء الله.